الشنطة دي جميلة أوي برضه. جميلة، ممكن نشوفها من جوه. كأنك شايلاها كده. لسه جديدة، أنا أول مرة أشوف النوعية دي من الشغل. كده يا روان الشنطة اللي هي الأخيرة خالص كده، شكلها حلو أوي. افتحيها بقى بعد إذنك. ايه كمان ده؟ جميلة جميلة. الشنطة دي برضه تحفة تحفة. هاتي كده الرصاصي كده يا روان، حتى الاسم جميل يعني. ما شاء الله. كلها نفس الاسعار يا استاذ خالد؟ دي ورا دي تقريبا زي اللي احنا جبناها على المكتب هنا وجيب هناك دي. لا لا، اللي هناك ده ده. لا الشنط جميلة وعملية كمان، يعني مش مجرد منظر بس، لا ده عملية كمان. كنت شايفة عند حضرتك شنط سواريه المرة اللي فاتت، كنت شايفة عند حضرتك شنط سواريه المرة اللي فاتت. لا
التانية كانت صغنونة كده. طب مش هتجيب منها قريب تاني يا استاذ خالد؟ بعد ما اخلص الامتحان بقى هقعد كده ايه مسافر اسبوع.